المفردات المكتبة رف خريطة مجلة كتاب الرياضيات جريدة اسم الاستفهام أين الكتب؟ الكتب على المكتب أين الخريطة؟ الخريطة على الجدار أين الكتب؟ الكتب في الخزانة أين المجلات؟ المجلات على الرف فهم القراءة في المكتبة يذهب التلاميذ إلى المكتبة هي أمام المسجد المكتبة واسعة ونظيفة في المكتبة كتب كثيرة ومتنوعة فيها كتب التاريخ وكتب العربية وفيها أيضا كتاب الرياضيات وكتب الفقه وكتب التوحيد وكتب التفسير وغيرها المجلات والجريدة على المكتب تلك خريطة إندونيسيا والخريطة فوق الخزانة